اديني بقول اهو من اول ثانيه في الفقره، اللي عايز يتصل بينا يحضر نفسه، لان الفقره دي بيبقى فيه هجوم تليفونات وفي ناس بتزعل. معايا بقى مين النهارده؟ الجميله اللي بتتقال علينا كده ويعني بنشوفها كل سنه مره، مفسره الاحلام سماح العجمي. ايه القمر ده؟ حبيبتي انت عينك الحلوين والله. حبيبتي ازيك، وحشتينا جدا. كمان وحشتي الناس. قوي. حشتوني كلكم. الله يخليك. والناس بتبقى مشتاقه جدا، بيبقى حياه تفسيرك بيبقى يعني جدا سليم وصحيح من فضل الله. فقبل ما نبتدي، في ناس بتحلم بحاجات وعايزه تعرف دلالاتها ايه. دلالات الاشياء اللي لو حلمنا بالاشياء دي يبقى ده بيؤدي ان انا اعرف ان ده مثلا رجل في حياتي، اذا كان اب بقى، اذا كان اخ، اذا كان زوج. هل في دلالات؟ اكيد طبعا. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها أبواب الستر والرزق يا رحمن. اللهم أمين، اللهم أمين. نقول بقى محدش يزعل؟ لا مش هنزعل. في حاجات هتزعل ولا إيه؟ يعني؟ في دلالات كتير للرجل، وبتفرق طبعا ما بين المتزوجة للعزباء اللي لسه ما اتجوزتش. تمام. دلالات حلوة زي التاج، بيكون التاج. بيكون يعني لو بنت حلمت ان هي لابسه تاج، ده دلاله حلوه. عزباء تبقى هتتزوج راجل، مش هي بقى اللي هتشيل فوق راسها، هو اللي هيشيلها فوق راسها، هيعملها كملكه. اوكي. يا رب كلكم تحلموا بتاج كده، البنات الحلوين. العبايه برضو تسمى بالستر، والستر يؤول للمراه بالرجل. تمام. وفي الشوز في المنام، اللي هو الحذاء يعني. الحذاء في المنام. الحذاء في ده بقى اكيد يعني بيدل مثلا على خروجه او لا رحله. لا، دلالته رجل. ايه ايه؟ شفتي بقى؟ شفتي واحد زعلي رجاله مننا؟ لا لا خالص، انا اقول لهم كلام حلو، اقول لهم كلام حلو. يعني لو واحده حلمت بحذاء. لا يعني مثلا لو واحده راحت ووقفت مثلا في محل وبتختار بين احذيه، فهتبقى بتختار بين عرسين كتير. ايه ده بجد؟ اللون بقى يفرق، ولو هو هيلز او لا، يعني لو هو كعب ده بيبقى احسن. تمام. واحسن. طب استني، لا ندى هيجا التليفونات ابتدت. يا ندى ازيك؟ الو استاذه نشوى، ازي حضرتك؟ ازيك يا حلوه؟ الحمد لله يا حبيبتي. اتفضلي. زي الفل، اتفضلي. سامحه معاكي. انا حلمت يعني حلم غريب جدا، حلمت ان ياسمين عز درتي. ياسمين عز؟ درتك؟ ايوه. وعملتي معاها ايه؟ وعملتي مع ياسمين عز ايه في الحلم؟ سبتيها كده؟ هو يعني انا جوزي بيتابعها اكيد. يا تمام. هو متابع ليها جدا، ويعني كل ارائها هو متفق معاها. كل جوازها. فهي يعني طب عملت لها ايه في الحلم؟ انت سبتيها كده تبرطع كده ولا ايه؟ يعني هي طبعا يعني اكيد انفجرت في الحلم. حلو قوي. قولي لي عملتي ايه بقى مع ياسمين عز في الحلم؟ انا يعني اكيد حصل بقى مشادات، وانفجرت في الحلم، اللي هو ازاي يعني، وبقيت عماله يعني بقول له ازاي ده يحصل بس يعني الحلم ما كانش مفهوم بالنسبه لي. وجوزك كان معاكي في نفس الحلم؟ هيحوش عنها. صحيح. كان مبسوط. كان مبسوط كان مبسوط. طب ده ليه تفسير ولا هي عشان بتفكر فيها؟ لا هو مش بس هو اللي بيفكر. اوكي. جوزها بيفكر في ياسمين عز؟ لا مش بيفكر بقى، انت هتزعليني. لا لا نقول ننبهها. ننبه الست عشان تبوظ التلفزيون. لا هو معجب بارائها، شايف ان هو ده المفروض مثال الست اللي المفروض تكون في البيت. اوكي. ده طبعا لغط عند الناس. المذيعات في البيت برضو ست بيت عاديه جدا يعني. لازم نقول لهم كده اكيد. فهو شايفها دي مثال الست، مثال الانثى بقى اللي المفروض تكون. عارفه نفسي في ايه؟ بيضايقها بقى. نفسي استضيف يعني، انا معرفش ياسمين عز يعني الزميله الجميله يعني، معرفش هي متجوزه ولا لا. لو متجوزه نفسي استضيف جوزك واساله، او لو مش متجوزه نشوفها بعد ما تتجوز. نشوفها بعد ما تتجوز. طب معانا هبه. الو. والله على اعلم. يا هبه ازاي حضرتك؟ ازيك يا حلوه؟ ازيك يا كتكوته؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي، قولي عندك حلم تقولي لي. سماح؟ لا انا بحب تفسير استاذ سماح جدا، وهي جميله وحضرتك جميله، وبحب البرنامج على طول. ربنا يسعدك يا حبيبتي، يعني يفرح قلبي كده ويجبر خاطرك. هي فسرت كذا حلم ليا قبل كده وكان صح فعلا. ما شاء الله يا حبيبتي. الحمد ربنا لله. يكرمك. معنا يا رب يكون في الخير يا رب. يا رب خير خير الحمد لله. معانا مريومه. مريم. الو. الو. انا كنت عايزه اكلم الاستاذ سماح. معاكي. معاكي. ايوه كنت عايزه اكلم انيكا. الاستاذ سماح معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. قول لحضرتك ايه، هو انا حلمت انا بنت.
اتفضلي. اوكي انا بنت، انا حامل. ايوه انا حامل في الحلم. حلمتي ان انت حامل؟ وانا هي بنوته انسه. ايوه شافت ان هي حامل. تمام. والتاني حلم انا على طول بحلم بتعابين. تعابين؟ طيب تعابين سودا. حاضر يا حبيبتي. يعني والدتي عايزه تقول لحضرتك على حلم. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. هي على طول بتحلم بنار. والدتك بتحلم بنار؟ على طول. طيب يا حبيبتي. حاضر. طب معانا فريده هنجاوبك يا مريومه. معانا فريده بالمره؟ اوكي. فريده. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حلوه؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا جميله الحمد لله، اتفضلي. لو سمحتي انا متجوزه وعندي اطفال وحلمت اني شفت في بيت والدي يعني كرنب اخضر كتير ومرصوص كانه حد مرصه يعني، ومليان بقى في الصاله وفي كل الشقه، تمام؟ وكنت شفت والدتي ان هي ماسكه سكينه وبتنظف واحده من الكرنب دي. تمام. واختي كانت قاعده جنبها، واختي دي متجوزه بس عندها مشاكل كتير مع جوزها. ربنا يهديه لها يا رب. ربنا يهديهم بعض. وكنت بقول له، وفاكره ان انا كنت بقول لامي حاجه فبتقول لي ده خالك مات، وانا الحمد لله يعني خالي عايش وكده. ربنا يخليه لك يا حبيبتي. فقلت لها امال انت قلت لي خالك مات ازاي؟ تمام. هنقول لك، هنفسر لك يا حبيبتي. الاول نقول بنوتتنا اللي بتحلم بتعابين سودا. الاول بس اللي قالت ياسمين عز عشان احنا ما كملنالهاش الحلم بتاعها. عشان دقيقه معلش. هي جوزها هو اللي بيتمنى كده، وهي دايما على خلاف معايا بالموضوع ده. تمام. مريم صح؟ ايوه. مريم الحمل في المنام، حمله هم، هي حامله هم كتير، عندها مشاكل نفسيه كتير، هي زعلانه. أيوة. بسبب التعابين دي. مريم ما تزعليش يا حلوه، والله اعلى واعلى. ما تزعليش. مامتها بتشوف نار في المنام، في مشاكل عندهم في البيت. ربنا يهدي يا رب. ان شاء الله تتحل. يتصدق تصدق يا حبيبتي، وخلي ما تطلع اي حاجه لله. اي حاجه. الخوافي للخوافي. صح. تمام. فريده. صح. شافت ايه فريده؟ شافت ان الكرنب. كرنب في البيت. الكرنب كرب. كرب؟ الكرنب كرب في المنام. فهي ومامتها ماسكه بتقطع. ما هي بتقطع، هي بتحاول تحل المشاكل دي او تزيل الكرب ده، وان شاء الله باذن الرحمن يزال يعني على خير. في حد عندهم هيتعب. تمام. وبرده هيبقى تعب خفيف ويعدي. يا رب. واختها مشاكلها هتتحل على ايد مامتها ان شاء الله. ان شاء الله. والله اعلى واعلم. سماح انا بشكرك جدا، انا اسفه اسفه والله اسفه لكل الناس اللي في بيتصلوا بينا، يعني سامحيني الفقره للاسف زمانها صغير والناس في ضرب نار بقى، انا ماليش دعوه. شكرا يا حبيبتي، شرفتيني وانستيني. ربنا يخليك. ربنا يسعد قلبك. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم.